نداء واستغاثة من اخواتنا وحبايبنا الرجالة: انقذوا النساء من العنوسة، تزوجوا مثنى وثلاثة ورباع، ربنا يكرمكم، ربنا هيجعله في ميزان حسناتكم. اعتبر اللي هتتجوزها دي اختك او بنتك، هيقعد لك في صحتك وعافيتك، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. النساء بتعنس يا جماعة، كل واحد يعمل اللي ربنا يقدره عليه. جوز واحدة، جوز اتنين تاني، وادينا شفنا الحاج جعفر العمدة، تعمل لك جدول والدنيا هتمشي تمام، وما تخافش على اكلهم وشربهم، ربنا هيرزقك برزقهم. استحضر النية، ربنا هيكرمك وهيجعله في ميزان حسناتك. نداء أخير: أنقذوا النساء،